سلام لفامي، يوم جديد مع فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غتلقاو حويجات زوينين، اكيد اكيد غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. لهذا ما تنساونيش من لايك ديالكم وتعليق يكون محفز، واللي كيشوف القناه لاول مره يشارك وفعل الجرس. ودابا غادي نخليكم مع لا فيديو. اول حاجه غنبدا بها نهاري وهي الصلاه، باش الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في جميع امورنا. بعد ما كملت صلاه الحمد لله، كناخذ واحد الوقيت للاستغفار والدعاء. كندعي مع وليداتي وليدات المسلمين اجمعين، وكندعي مع الاب ديالي الله يرحمه ويوسع عليه وجميع موتى المسلمين. هنا غنبدا معكم نهاري بدعاء الصباح. اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله، ولا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بعد ما كنكمل الدعاء ديالي كامل، كنقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، باش نهاري إن شاء الله يدوز كامل مزيان. غادي نقول لكم صباح الخير عليكم. أول حاجة غندير قبل ما نوجد فطوري هو نسقي هذا الغرس. عرفتوا الغرس مني كيكون حي في المنزل ديالنا كيعطيك واحد الطاقة إيجابية. ودابا غندوز نوجد فطوري. كيما كتشوفوا معايا القهوه الصباحيه ولا بد منها، هذه ما كنستغناش عليها. هنا كيما كتشوفوا ضروري من بيضات بلديين. هنا كناخذ ولا بد شويه ديال الفواكه جافه، شويه التمر، شويه اللوز، شويه القرقاع وشي فاكهه، وهذا خبيز ديال الزرع. كان هذا هو فطوري. كنتمنى انكم تكملوا معايا لا فيديو، لان في اشياء زوينه زوينه غادي تنال الاعجاب دي. اول حاجه غنبدا بها وهي المشتريات. خديت هاد لاسبيراتور اللي الصراحه شفت النتيجه ديالها من طرف بزاف الناس خداوها، قلت لي مالا نجربها، واخا انا عندي اسبيراتور اخرى ولكن هذه كانت النتيجه ديالها مبهره جدا. وحتى الثمن ديالها كان ما غاليش بزاف. الا بغيتوا تعرفوا الثمن ومنين خديتها خليوا لي في التعليق، وغادي نخلي لكم كل شيء بالتفصيل. وفي نفس الوقت غادي نجربها معكم اليوم باش تشوفوا النتيجه مباشره. غنركب لها لي بياس ديالها وغادي نبداو على بركه الله. وخديت كذلك هاد الصلايه اللي كانت زوينه زوينه بزاف، وحتى الثمن ديالها كان معقول جدا. ودابا غنشارك معكم الديكور اللي كان عاجبني بزاف، واخيرا خديتو هاد مجموعه من حوامل الشموع. نتوما غادي تشوفوا معايا، وحتى ملي غادي نحطو في الصالون ديالي غادي تشوفوا كيفاش جا. الصراحه الشكل ديالهم زوين وانيق، وفي الحطه ديالهم كيضيف واحد اللمسه للديكور او للجماليه ديال البلاصه اللي غتحطيهم فيها. بالنسبه لي انا غادي نحطهم في الصالون ديالي، وان شاء الله فاش نكمل تنظيف ديال الصالون وتغيير الديكور غادي تشوفوا معايا فين حطيتهم، وغادي تشوفوا معايا حتى كيفاش جاو. ودابا غنبداو على بركه الله. هذا روتين تحفيزي لينا كاملين باش نحيدوا الكسل. منا غنقوموا بالتنظيف، ومنا غنستعدوا لاستقبال فصل الشتاء. يا ربي تدوم علينا النعمه وتكون امطار تعود علينا بالخير ان شاء الله. هنا كيما كتشوفوا معايا كندوز على التلامط وكندوز على المسندات كاملين. غتشوفوا معايا ان شاء الله واحد التغيير اللي غادي يكون زوين في الصالون. كندوزها حتى على هذوك الاماكن اللي فيهم الموزون، يعني ما عندهاش شي تاثير عليهم. بالنسبه لهاد لاسبيراتور واخا ما فيهاش هذوك الشطابات اللي كيجروا الغبره، ولكن كيما كتشوفوا معايا انها جرات واحد الكميه ديال الغبره اللي ما كانتش كتشاف بالعين المجرده، يعني النتيجه كانت جد جد مرضيه. هنا غنكمل معكم التنظيف او التخمال الخفيف ديال الصالون. في نفس الوقت غادي نوريكم التغيير اللي درت فيه باشياء بسيطه بسيطه ممكن تغيري في الصالون ديالك او في البيت ديالك، اللي كيعطيك واحد الطاقه ايجابيه وكيغير لك حتى من النفسيه ديالك. لهذا اي مكان في البيت ديالك، اما الصالون ولا السيجور ولا غرفه النوم او المطبخ، نقوموا بتغيير بسيط مره مره، فهو كيحسن من النفسيه ديالنا وكيعطينا واحد الطاقه ايجابيه ما تخيلوهاش. يعني غير في الديكورات او لتحولي الاشياء من الاماكن ديالها او لتبدلي ديكور بديكور، هذا الشيء كيعطيك احساس زوين وكتحسي ان كاين تغيير في البيت ديالك. فاش كنديروا التنظيف ديال الصالون، يعني كنديروا تنظيف شامل، كنمسحوا الغبره، كنمسحوا الديكورات، وبهذه الطريقه كيبقى الصالون ديالنا ديما نقي وما كنحتاجوش اننا نهزوه كامل. هنا بعد ما درت على الصالون كامل ومسحت حتى
الطبالي من التحت، غادي تبقى ليا غير الزربيه نأسبيريها معكم، وتشوفوا شحال جمعت ليا هاد لاسبيراتور ديال الخمله، رغم انها ماشي سون فيل ولكن الخيط ديالها كان طويل كيدور على الصالون كامل. بعد ما كملت كل شيء غادي ندوز نحط معكم هاد الديكورات اللي خديت فوق هاد الكوان، قولوا لي حتى نتوما في لي كومونتير كيفاش جاوكم. وبطبيعة الحال الرأي ديالكم كيهمني وكيهمني بزاف، لأن كيما كيقول المثال كل بذوقك ولبس بذوق الناس. إلا كان رأي صائب فأنا غادي نعمل به إن شاء الله. ما بقى لي دابا غير ندوز نبخر الصالون ديالي بهذا البخور اللي ريحته زوينه، وكنتمنى انكم تكونوا باقين معايا حتى دابا، لان باقي حويجات زوينين غنبارطاجيهم معكم، وغادي نوريكم ان شاء الله حتى التغيير اللي درت في الصالون ديالي وشنو هما الحوايج اللي بدلت فيه. بعد ما خليتكم تشوفوا الصالون كامل والتغييرات البسيطه اللي درت في الصالون ديالي، دابا غادي تشوفوا معايا شنو هو التغيير اللي درت فيه. كما كتعرفوا ان الصالون ديالي كان على هذا الشكل، يعني الخياطه ديال مسندات درتها دوبل فاس، جهه روميه نص نص بالايني والنص الاخر بالتوب ديال المضمه، والجهه الاخرى بلديه، يعني الصالون كامل درت له مسندات فاس كله بلدي. وخا الصالون طلب مني توب كتير ولكن هذه هي الطريقه اللي كنت باغا انايا، مع العلم ان التوب كان غالي، ولكن ماشي مشكل، غير الانسان يدير هذاك الشيء اللي هو باغي واللي هو في النفسيه ديالو. يعني الحاجه اللي درت فيها التغيير هو انني قلبت هذوك المسندات ديال الصالون كامل على هذيك الجهه البلديه، وهذا التغيير البسيط عطاني واحد الديكور زوين في الصالون ديالي مع الديكورات اللي ضفت ليه. كنتمنى حتى نتوما يكون عجبكم الذوق ديالي وتحمسوا معايا حتى نتوما وتغيروا الديكور ديال البيت ديالكم ولو بشيء بسيط جدا. ودابا غندوز معكم الكوزينه. فاش كيدخل فصل الشتاء اول حاجه كنفكروا فيها وهي القطاني اللي كتعطينا واحد الطاقه للجسم ديالنا. هنا كما كتشوفوا معايا خديت العدس، خديت اللوبيا، وخديت الفول، كنوضعهم كاملين في هذوك المنظمات، وغادي ندوزوا تشوفوا معايا شنو كنحتاجوا مازال في هذا البرد. هنا عندي العطريه كامله ولكن ما غنديرهاش دابا في المنظمات ديالها، لان باقا عندي العطريه القديمه، ما كنبغيش نضيف عليها العطريه جديده حتى كتسالي، عاده كنزيد عليها العطريه القديمه. وهنا ولا بد تكون عندنا الفواكه جافه لان كتزيد تعطينا واحد الطاقه زوينه للجسم ديالنا، شويه التمر، شويه اللوز، وكذلك حتى شويه القرقاع، لان الجسم ديالنا في هذا البرد كيحتاج واحد الطاقه باش كنحسوا بواحد الدفء. هنا وضعت البيض ولا بد البيض البلدي يكون حاضر عندي في البيت ديالي. دابا غندوز نوجد معكم دواء البرد. هذه هي الاكله اللي كتعطي للجسم ديالنا الطاقه في هذا البرد وخاصه في الليل. غادي ناخذ الفول ديالي، هنا عندي نص كيلو اللي غادي نقيه مزيان وغادي نشوف معكم البقيه. هنا غسلته مزيان وخليته حتى يتصفى، غادي نوضعه في واحد البول وغنضيف عليه التوابل اللي غادي تشوفوا معايا. بصفة عامة القطاني كلها كتحتاج توابل مزيان. هنا كيما كتشوفوا معايا غادي نحتاج واحد ملعقة صغيرة ديال التحميرة، ملعقة صغيرة ديال الكمون، ملعقة صغيرة ديال سكينجبير، نصف ملعقة من الملح، عندي هنا واحد 6 دروسة ديال الثوم، عندي نصف ملعقة من الإبزار، نصف ملعقة من الخرقوم، واحد ربع ملعقة من الفلفل الحار. غادي نضيف هاد المكونات كاملة للفول ديالنا، وغادي نوضعو من بعد في الكوكوط اللي غادي نضيف عليه الماء يكون غليان. من بعد غنوضع الكوكوط فوق النار اللي تكون مجهده حتى تصفر، وغادي نقصه ونخليه يطيب على خاطره. فاش كيطيب غادي نخليه حتى يبرد، عاد نوضعو في مولينكس باش غادي نطحنوه. فاش كنطحن الفول ديالي كنعاود نردو فوق النار حتى كطلع فيه الغليه وكنطفي عليه. هاد الطريقه كتجي البصاره جد جد رائعه، اكيد لا جربتوها ما غتبقاو تستغناو عليها مره اخرى. كنتمنى ان هاد لا فيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وتزيدوا تشجعوني باللايك والاشتراك والبارطاج، والناس اللي كتشوف القناه لاول مره تشاركوا وتفعل الجرس باش يوصلكم دائما جديد فيديوهاتي. ودابا غنخليكم مع تتمه، والى فيديو قادم ان شاء الله.